واحد يقول لماذا لا نصوم الصوم المقدس بعد عيد الغطاس كما صام السيد المسيح وكذلك صوم الرسل؟ لماذا لا يبدأ بعد الصعود وشكر؟ صوم المسيح بعد الغطاس كان ليه هدف غير الصوم الكبير اللي احنا بنصومه. احنا بنصوم الصوم الكبير عبارة عن ثلاث صيامات، تذكار صوم المسيح وتذكار اسبوع الالام، لكن مش مناسب ان يكون بعد الغطاس. وبعد الغطاس يعني نكون صايمين صيام الميلاد 43 يوم ويدوبك حاجة بسيطة، ويجي الغطاس وبعدين نصوم 55 يوم. يعني برضو اوزنها من ناحيتين،